احنا الان لجنه اليوم جات سمعناها صوتنا، وحنا نطالبوا بتوفير الشروط والظروف الملائمه للذهاب لانتخابات نزيهه ونظيفه. احنا طلبنا اتخاذ اجراءات قبل الانتخابات الرئاسيه باش تتوفر الظروف لهذه الانتخابات. اولا مراجعه القانون الانتخابات، هذا واحد. ثانيا اجراءات التهدئه مثلا اللي طلبنا بها في عين بليان، اطلاق سراح بعض الشباب اللي ربما تجاوز حدود معينه، لكن يبقى في اطار مسيره. كنا على الاقل اطلاق سراح هؤلاء، يعني مش مرتكبوش جرم هذا ولا فساد ولا. ثالثا رحيل حكومه بدوي، حكومه بدوي مش كشخص ولا كحكومه، لان هذه الحكومه راهي تاسسها الرئيس السابق، كي يعقل الرئيس يستقيل وحكومه تبقى. ثالثا الهيئه المستقله هذه لازم يعطيوها كل الصلاحيات الماديه والمعنويه باش تقدر تكون بالمهمه نتاعها كما ينبغي. نحن لا نرى ضروره لعقد ندوه وطنيه، لانه مضيعه للوقت اولا، وثانيا ربما كل ما يتم انجازه سوف يضيع في هذه الندوه.